السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، مع أول درس من دروس الأدب في هذا الفصل الدراسي، الشعر في عصر صدر الإسلام. مع مجيء الرسالة الإسلامية ومع مجيء الدين الإسلامي الكريم، كيف تأثر الشعر العربي بهذه الرسالة؟ كيف تحولت أغراض الشعر العربي طبقا لهذه الرسالة السماوية؟ مع أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في الشعر، كيف تلقى الشعراء الدين الإسلامي؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها من خلال دراستنا للشعر في عصر صدر الإسلام. أولا، ما هو عصر صدر الإسلام؟ هو عصر يبدأ بدايته، طبعا هذه حقب زمنية، عصور زمنية قسمها الأدباء إلى عصور، فقالوا هناك عصر جاهلي إلى بعثة الرسول، انتهى ببعثة الرسول، وهناك عصر صدر الإسلام بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بعصر الخلفاء الراشدين ومقتل الإمام علي بن أبي طالب. بعد ذلك سيأتي عصر بني أمية، وبعد ذلك عصر العباسيين، وهكذا. هنا في عصر صدر الإسلام، إذا ما هو العصر صدر الإسلام؟ طبعا لسه قايلينه. ما العوامل المؤثرة في الشعر؟ الشعر بقى تأثر إزاي؟ طبعا الروح الدينية الجديدة اللي شغالة، العمل، قيم الدين الجديد، ووحدة العرب تحت راية واحدة. خلي بالك ان سيدنا محمد كان القائد والزعيم، وتوحد على يديه الكثير من القبائل والزعماء، اندرجوا تحت لواء هذا الدين، دين الإسلام، فأصبحت هناك وحدة للعرب. كيف أثرت هذه الوحدة في الشعر؟ الحياة الثقافية والسياسية، كيف تأثر الشعر بالثقافة الجديدة، ثقافة الإسلام، ثقافة الحرية والعدل والمساواة والبعد عن التكبر وعن العصبية القبلية، الظروف السياسية، مصالحات ومعاهدات مع اليهود وهكذا، مصالحات ومعاهدات مع كفار قريش، عهود مع ملوك للفرس والروم وملوك الحبشة واليمن، كل هذه الأحداث السياسية. ما أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في الشعراء؟ إذن كل هذه عوامل أثرت في الشعر: الروح الدينية، ووحدة العرب، الحياة الثقافية والسياسية. اتجاهات الشعراء بعد مجيء هذه الرسالة، كيف تلقى الشعراء هذه الرسالة؟ تلقوها في عدة اتجاهات، فانقسموا إلى ثلاثة فرق أو ثلاث فرق: فريق يساند الدعوة الإسلامية ويدافع عنها مثل حسان بن ثابت وكعب بن زهير، وفريق من المشتركين من المشركين يهاجم الدعوة، بل يرد على حسان بن ثابت في شعره إن قال مسلمون كذا وكذا وكذا، وهم يقولوا لا، المسلمون ليس فيهم هذه الصفات، وهكذا. يعني يهجو المسلمون ويهجو أو المسلمين ويهجو الدين الإسلامي بصفة عامة، وهؤلاء هم المشركين. وفريق ثالث قالوا إن الشعر لون من ألوان الكذب، أو لون من ألوان التفخيم، ولون من ألوان الادعاء والتزييف وتجميد الحقيقة. فابتعدوا عن الشعر، ابتعدوا عنه وهجروه، واكتفوا بحفظ القرآن مثل لبيد بن ربيعة. السؤال بقى هنا: ما أثر الإسلام في اتجاهات الشعراء؟ وضحها لي. خصائص الشعر في عصر صدر الإسلام، الشعر بقى كان ليه خصائص، ما هي؟ اول حاجه هنمسكها كده من حيث الموضوعات، ايه بقى موضوعات الشعر اللي كانت موجوده؟ اتجهت موضوعات الشعر
لأغراض تانية ما كانتش موجودة قبل كده: الدعوة للعمل الصالح، الإشادة بالرسول وأصحابه، الحث عن الجهاد، وظهور لون جديد في الشعر اسمه شعر المغازي، شعر الفتوحات، يعني شعر يقال بعد الفتوحات، مدح البطولة، رسائل الشهداء. بعد ما كنا بنرسي أشخاص عاديين بقينا نرسي الشهداء، بعد ما كنا بنرسي الزعماء بقينا نرسي الشهداء. طيب برضو ابتعدوا بقى، ده هنا قربوا من كده، يعني عملوا دوت. طب ابتعدوا عن ايه بقى؟ الشعر بعيد عن ايه؟ لما هو مسك الاغراض اللي احنا لسه قايلينها من شويه، مراسي الشهداء وشعر المغازي والدعوه للعمل الصالح وهكذا، ابتعدوا عن ايه؟ ابتعدوا عن المدح المتملق. يعني ايه المدح المتملق؟ ان انا امدح حد بصفات ليست فيه من اجل ان اكسب منه المال، ده اسمه مدح متملق. يعني اتملق لشخص عشان امدحه والحق بصفات ليست به او ليست فيه حتى اخذ منهم المال. وصف مجالس اللهو والخمر، ده كانت معروفة، يعني كل زعيم بقى لي مجلس اللهو ومجلس الخمر، وانا بقعد بقى كشاعر اوصف هذا المجلس وكرمه والخمر شكلها عامل ازاي ومعطقة ازاي ومين اللي بيشربها ومين والجواري الحسان، واقعد اوصف كل ما يحدث في هذا المجلس للهو والخمر. كل ده بعده عنه لانه منافي تعليم الدين الاسلامي. الهجاء، كان عندك عنق غرض معروف من أغراض الشعر الجاهلي، الهجاء. الهجاء كل قبيلة بتهجو الأخرى بأقزع الصفات وأقزع الأوصاف. لماذا؟ حتى يقولوا في قبيلة شاعر قبيلة كذا هجا هذه القبيلة الأخرى بهجاء لم يستطيعوا أن يردوا عليه، وكل واحد بيتسابق مين اللي هيهجي التاني ومين اللي هيزم التاني بشكل يعني أشد، عشان يقولوا كأن ده مفخرة، مفخرة إني أنا كقبيلة أستطيع أهجي القبيلة التانية وهي ما تقدرش ترد عليا من شدة الوصف اللي أنا وصفته بيها. يبقى طبعا بعد هذا الشعر في عصر الإسلام، بعد، لأن الإسلام لا يدعو إلى هذا. الفخر القبلي، فخر بأمجاد القبيلة، طبعا ده كله دوت بقى الإسلام وقف العصبية القبلية، وقف كل ده ودعا إلى الوحدة تحت لواء الإسلام. أيضا من حيث المعاني بقى والأفكار، المعاني بقى معاني الشعر وأفكاره انصبت حوالين إيه؟ اللي استمدت من روح الإسلام ومبادئه، وكان شعراء الحضر أكثر تأثر بمعاني القرآن الكريم. أما من حيث الأسورة، الصور والأخيلة، فالخيال برضو بقى لسه يعني لسه برضو جديد عليه الإسلام، فبرضو كان مستمد متاخد من البيئة العربية القديمة، وإن تأثر ببعض الصور بروح الإسلام. أما من حيث الألفاظ والعبارات، شعراء البادية اللي هم عايشين في قلب الصحراء شعرهم كان فيه جزالة وخشونة زي شعر كعب بن زهير، أما شعراء الحضر فكان شعره فيه سهولة ورقة زي حسان ابن ثابت. دي خصائص الشعر في عصر الإسلام. لو نقول خصائص الشعر، تتكلم من حيث الأفكار، من حيث الألفاظ، من حيث المعاني، ومن حيث الأغراض. منهج القصيدة في عصر صدر الإسلام، إيه منهجها؟ كانت ماشية زي القصيدة؟ قال لي زي ما كانت موجودة في العصر الجاهلي، نفس الأغراض. إزاي؟ بيبدأوا بالغزل، وبعد كده في أغراض مدح، وبعد كده يدخل في الموضوع، وبعد كده وهكذا، مع تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة، حتى في مدح الرسول لقصيدة كعب بن زهير. ولكن بعض الشعراء كان بيبدأوا قصيدتهم في الدخول في الموضوعات مباشرة زي حسان ابن ثابت. معنى فهم عنه ببساطة، أرجو أن تكونوا قد استوعبتم معي منهج الشعر في عصر صدر الإسلام. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.